طيب عندنا اخبار سريعه نقولها قبل طبعا ما نخش على الصحف العالميه كالعاده. عندنا اخبار سريعه، ميسي وبوسكيتس. طبعا تقديم ميسي وبوسكيتس في ميامي الحقيقه وسط اجواء كانت الحقيقه يعني غير محظوظين، كانت واجه انتر ميامي النادي الامريكي اسباب قهريه يمكن اربكت حفل تقديم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي اللي كان يعني اقيم فجر اليوم الاثنين في فلوريدا. يعني النادي الامريكي قدم الثنائي ليونيل ميسي وبوسكيتس امام حشد جماهيري يعني يزيد عن 10,000 متفرج. اداره نادي الانتر ميامي اضطرت طبعا شويه لتاجيل الحفل اكثر من ساعتين بسبب الاحوال الجويه، وبعض التقارير كشفت ان الجماهير الحاضره للحفل اضطرت كمان للبقاء في بعض الخيم هربا من الامطار والغزيره اللي يمكن كانت متواجده. لكن الحفل بدا بدخول بوسكيتس الحقيقه، ويمكن بوسكيتس قال كلمه للجماهير وقال ما بين قوسين كده: من دواعي سروري ان اكون لاعبا في انتر ميامي، وبيشكر الجميع وقال اراكم قريبا. بعدها بيكهام طبعا الاونر وصاحب النادي قال كلمه مختصره، قال طبعا بيسعدني ان اقدم لكم احد افضل اللاعبين الذين سيمثلون انتر ميامي، واعلم ان سكان فلوريدا سيكون سعداء بوجود هذا النجم الكبير. مرحبا بك ليو. كمان ميسي قال كلمه ان هو متحمس جدا جدا وبيشكر المسؤولين، وبيقول ان الاجواء الحقيقه مذهله وان هو لديه رغبه بالمساهمه في نمو هذا النادي وانه سعيد جدا باختياره لهذا المشروع. بيقول ان انا سعيد ان اكون موجود في هذا المشروع هنا مع عائلتي، وعندي ثقه انه يعني ستحدث اشياء رائعه، وشكر الجميع. الحقيقه يعني تقديمه كانت رائعه جدا، وزي ما بقول لحضراتكم في بعض الناس ميسي ورونالدو، يعني بعض الناس قارنوا حته يعني اللي اتفرج اكتر او تقديمت او حفل تقديم ميسي وكريستيانو رونالدو. الحقيقه طلع يعني صوره كده يمكن اكتر المتابعين ليه او العالم كله تابع ازاي تقديم رونالدو الى النصر السعودي وتقديم ميسي لانتر ميامي. الحقيقه كانت المتابعه على مستوى المشاهده كانت تميل الى ميسي ب3.5 مليار نسمة هم اللي شاهدوا هذا الحفل، في المقابل كان مشاهدة تقديم كريستيانو رونالدو طبعا للنصر السعودي شاهدت حوالي أو شاهدها 3 مليار نسمة. ده طبعا زي ما حضراتكم عارفين ميسي موجود في أمريكا، أمريكا عددها كبير جدا، وبالتالي كانت المتابعات كبيرة جدا جدا على مستوى العالم كله. ولكن يبقى النجمين الكبار أسطورة يعني كرة القدم في العالم سيبقى ميسي ورونالدو، رمز من رموز كرة القدم العالمية.